بسم الله الرحمن الرحيم. إبراهيم عبيد، عضو مكتب جامعي ورئيس اللجنة الفيدرالية للمسابقات. كما تعرفوا اللجنة الفيدرالية للمسابقات هي تنظم الأدوار النهائية لكأس تونس بالنسبة لمختلف الأصناف حتى الأكابر. اليوم جرت القرعة متاع الأصناف الصغرى بالجامعة التونسية لكرة القدم، لكن مع الأسف على الحضور كان سواء من نوادي وإلا حتى من الإعلام كان محتشم جدا. القرعة دارت اليوم وأسفرت على عدة مقابلات، إن شاء الله مش تجرى نهار 25 قرعة الدور ربع نهائي نهار 25 ماي. وبالنسبة للأدوار النصف النهائية سبق تحديدها الآن ستجتمع اللجنة الفيدرالية للمسابقات لتحديد مختلف التواريخ. هذا هو بالنسبة لنتائج أفرزتها القرعة، معناها زوز دربيات في صحيح. القرعة هي ما تستحضرهاش الدربي تاع الجاليه التونسي والنادي الافريقي معناها والكلاسيكو بين النجم الرياضي الساحلي والنادي الصفاقسي. بالنسبة لليفال ليليت الترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي والملعب التونسي والنادي الافريقي. وبالنسبة لليوديسات كيف كيف النادي الافريقي يستقبل الترجي الرياضي والملعب الجبسي يستقبل النادي الصفاقسي الدربي كيف كيف. وكلاسيكو صفاقس والنجم الساحلي هذا انا صحيح. بالنسبة لليوديسات النجم الساحلي باش يستقبل النادي الصفاقسي كيف كيف، حتى الشباب الرياضي يستقبل النادي الدوزاني. بالنسبة للفرق الصغرى مثل الجريسة الرياضية وسكاك الحديد الصفاقسي معناها شي دور مقابلات صعيبة وفي ميادينهم المرة هذه مش خارج كيما جريسة ومعناها أهلي صفاقسي. احنا نتمناو أن تدور المقابلات في كنف الروح الرياضية، وإن شاء الله بالحرص باش نحرص مع اللجنة الفيدرالية للتحكيم أن يعينوا لهم حكام معناها من احسن الحكام اللي عندنا باش نشجعوا الاصناف الصغرى. واحنا اتجاه الجامعه التونسيه لكره القدم هي تشجيع الاصناف الصغرى، وان شاء الله حتى في المقابلات النهائيه ان شاء الله باش نشوفوها في ملاعب كبيره في تونس باش نعطيو اهميه لهذوما ونحفزوا الصغار هذوما باش يطلعوا بشويه بشويه نقاوم نهار اخر في صف الاكابر ان شاء الله. بالنسبه كيف ما ذكرت من الاول وعرجت على الحضور الاعلامي المحتشم، معناها صراحة ما لاحظنا حتى مؤسسة إعلامية اليوم موجودة غير جريدة ومجلة إلكترونية. صحيح، خليناها على السيت وعلمنا الكل تبقى على غالب. هل شايف أنه هذا تقصير من جانب الإعلام تجاه رياضة كرة القدم مواجهة الأسامي؟ أسباب كل واحد وأسبابه. احنا نعيطوا لهم من المنبر هذايا اليوم باش إن شاء الله في الدور القرعة الجاية تاع الدور النصف النهائي الأصناف اللي ما عملناهاش القرعة يكون حضور على الأقل مكثف باش نعطيو أهمية للأصناف الصغرى وتكون عندها ميداتيزاسيون باهية هكا وهذاك هو ما أساس الأكابر نهار آخر باش نقابل الكل في الأكابر نهار آخر إن شاء الله. أوكي، شكرا، يعطيك الصحة. شكرا.